السلام عليكم خوتي، حياكم الله. كنطلب من الله كلكم تكونوا بخير، كلكم تكونوا لاباس، كنطلب من الله عز وجل تقبل منا ومنكم الصيام. اسئله كتجي تيسول صاحب السؤال تيقول لك خويا هل يجوز الصيام وانا على جنابه؟ نمشيو ان شاء الله نستدلوا بقول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نخرج عن سياق الشرح وعن سياق التفسير. الائمه الاربعه من اصحاب المذاهب الفقهيه كلهم تاكدوا بصحه صيام الانسان اللي عنده الجنابه، واستدلوا بزاف ديال الأدلة، ومنها قول الله تعالى، قال الله عز وجل القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهنا الوجه ديال الاستدلال في هذه الآية أن الله عز وجل قد أباح الجماع طوال الليل حتى طلوع الفجر، يلزم منه طلوع الفجر على صاحبه وهو يجنب، يعني خايف يطلع الجر والسيد والسيد ولا السيد على جنابه ما كاينش مشكل، غير ما خاش الانسان يتاخر. وعائشه رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم. وهنا استدلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع اهله في ليل رمضان، ولكنه لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر ليبين لأمته جواز هذا الفجر، يعني خاصك تنوض وتمشي تصلي الفجر ديالك بإذن الله تعالى. وهو الشروع بالصيام قبل الاغتسال، وأن الجنابة كانت بسبب الجماع وليس الاحتلال. وبزاف ديال 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 الناس تيقول لك واش الجنابة كتبقى الصيام؟ قال عروة ابن الزبير رضي الله عنه: وهو أن الجنوب إذا أخر الغسل من غير عذر بطل صيام. يعني الإنسان اللي هو جنوب وبقى النهار كامل ما غسلش، الصيام ديالو ما دايزش، اللي راه خاصو يصوم باش يصلي، ولا صيام لمن لا صلاة له. ودليل هذا القول الحديث السابق المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنوب عن الصيام. وناس اخرين جاش يقول لك، تيقول لك والصيام صاحب الانسان اللي عنده الجنابه والصيام ديالو صحيح في النافله دون الفرض. هي الجنابه جنابه، خاص الانسان يمشي يغسل ويصلي، كيصلي كيصلي الفرض كيصلي النوافل. وبزاف ديال الافكار كدوس يقول لك واش هل يجوز الاغتسال من الجنابه قبل صلاه الظهر في رمضان؟ طيب نتكلم بهذه النقطه زويه ونهض النقطه هذه. إذا كان الإنسان جنوبا قبل طلوع الفجر لا يؤثر على صحة صيامه إذا خلا من مبطلات الصيام الأخرى. وعموما هنا فإن المبادرة بالاغتسال قبل طلوع الفجر أفضل للإنسان، يعني الإنسان ينوض مع الفجر يدوش ويغسل ويمشي للجامع يصلي بإذن الله تعالى. ولكن من الواجب على الجنوبي أن يغتسل من الجنابة بعد طلوع الفجر وقبل أن تطلع الشمس، وذلك لكي لا تفوته صلاة الفجر. وبذلك فإن تأخير الاغتسال من الجنابة إلا ما قبل صلاة الظهر يفوت وقت صلاة الفجر من دون أدائها، وهذا غير جائز. فالإنسان ينوض يدوش ويمشي يصلي بفضل الله تعالى. الناس يقول لك هل يجوز لهم الصيام وهي على جنابة؟ هنا نتكلم عن الجنوب. الجنوب لفظا اخوتي الاحباب يطلق على الرجل والمرأة، وبذلك يشتركان بالاحكام المرتبه على صحه الصوم في حاله الجنابه. فكيجوز للمرأة الصيام وهي على جنابه، ويطلب من الغسل بعد طلوع الفجر قبل شروق الشمس، وذلك لاداء الصلاه في وقتها. ونفرح الجميع ونطلب الله عز وجل يفرح الجميع. ما حكم تأخير غسل الجنابة؟ تأخير غسل الجنابة للمسلم الذي يتوفر لديه الماء وهو قادر على استعماله لا يجوز، خاصة إذا كان تأخير الغسل يؤدي إلى خروج وقت الصلاة الحاضرة. أما المسافر فيجوز له ذلك إن أراد باش يجمع في الصالة جمع تأخير، ويتعين عليه الغسل قبل فوات وقت الصلاة الثانية. ومن الواجب التنبيه على خطورة تأخير الاغتسال من الجنابة عمدا حتى يفوت وقت الصلاة، لأن هذا إثم عظيم يجب على صاحبه التوبة منه، وما توفيق إلا بالله العلي العظيم.
والله يرفع علينا وعليكم الباس، والله يشافينا ويشافيكم بإذنه جل وعلا.